يا إلهي على الريحة ما أطيبة. كيفكن يا قارين؟ شو الأخبار؟ إن شاء الله تكون تمام. محمد بوستايل رجعت لكم اليوم بفيديو جديد، نعمل مثل هيك وصفات جديدة ومتنوعة لحتى تستفيدوا منها أكبر قدر من الإمكان وما تملوا من الدايت. شو رأيكم بهذا المنظر هيك؟ هذا منظر دايت راح تملوا منه؟ أكيد لا، راح تعجبكم وصفة اليوم كتير، لأنه راح نحضر لها 3 وجبات لليوم، يعني وجبات يوم كامل راح تساعدكم بالتضخيم. إذا بتكون للتنشيف بتقللوا بس كمية الكربوهيدرات اللي هي البطاطا، وجبة فيها لحمة قليلة الدهون اللي هي لحم بقري، شوية فليفلة خضروات والبطاطا المشوية اللي شايفين هيك منظرها بجهي، مع شوية الصوص اللي عملته أنا بوصفتي الخاصة. فتعالوا خليني أورجيكم كيف راح نعمل أنا وياكم سوا بأسهل طريقة تحضروا وجباتكم ليوم كامل. يلا اول شيء بدنا اللحم البقري، تقريبا شيء 700 جرام من اللحم البقري اللي قليل الدسم، تمام. بدنا بطاطا 600 جرام من البطاطا. اول شيء بدنا نسوي اللحمه نبهرها نحطها على الغاز، بعدين بنسوي البطاطا بنجهزها. اكيد هلا راح تسالوني تحت بالتعليقات انه ليش انا خسرت الجينز تبعي او العضل المصل الحجم الكبير اللي كنت عليه. اللي صار اغلبكم بيعرف انه تعرضت لاصابه بالكتف، ف بعد هذيك الاصابه منعت اني اتمرن. حاولت اني ارجع اتمرن بعد كم شهر، بس للاسف تفاقمت الاصابه ومنعني الدكتور نهائيا اني ارفع اي اوزان، لا هيك ولا حتى بوش، يعني لا لتحت ولا لفوق، ضغط على الكتف مشان ما تزداد الاصابه مشان نخلص منها. فللاسف تقريبا شي 8 شهور او 8 شهور وشوي انا تمريني كان سكس، يعني سيء للغايه. خسرت كتله عضليه كثير، طبعا عم حاول اني اكل اكل نظيف مشان اني احافظ اني ما اسمن، ما يكون في كروش ودهون وشو ما كان. طبعا كان في فتره تخبيص اكيد، بالفيديوهات اللي قبل بتشوفوها نزلت هيك كم فيديو انه كيف كنت عم باكل هيك. حاولت اني ارجع مشان بس شكل نشف خلص الدهون، مشان لما بدي ارجع على التمرين ان شاء الله ارجع بقوه وكون نسبه الدهون قليله، فدغري بتزداد الكتله العضليه بنشافه اكثر. هي الفكره. مشان هيك طبعا انا خسرت كتله عضليه، وراح احكي لكم بفيديو كامل كله عن هي القصه، كيف انا خسرت وكيف راح ابني وراح ارجع ان شاء الله احسن من الاول. نحط اللحم هون، نحط الملح، فلفل اسود، بصل بودرة شوي، كزبرة ناعمة، بهارات مشكلة، وبنعطيه الميكس بكلياته سوا. بدنا نحط شي ملعقة زيت زيتون كبيرة، بعدين بنضيف اللحمة كلها مشان نسويها. بدنا بطاطا تقريبا شي 700 جرام، كمان نفس الشي يكون ني، واحدة صغيرة واحدة وسط تقريبا مثل هيك 700 جرام. هلا بدنا نقطعهم لقطع صغيرة، قطعهم قطع زي هيك، تمام. كل البطاطيات، حطوا شوية ملح، فلفل ابيض، فلفلة حمرا حلوة بدكم تحطوها حدها، حطوا انا بس ما بحب الحد ابدا. اخر شيء ملعقة زيت زيتون كبيرة. حط عليهم شغلة مهمة واللي هي معجون الثوم. ممكن توم اذا بدكم، توم عادي تبشوه فوق او معجون الثوم. That's it. كمان ميكس، وبنفرد البطاطا على هاي الصينيه، نحطهم بالفرن درجه الحراره 180 تقريبا ثلث ساعه ان شاء الله، بنقلبهم نكون جاهزين. نضيف شويه توم او معجون الثوم عليهم عشان يعطيهم نكهه اطيب، بس شوي. واخر شيء بنضيف عليهم شويه بقدونس. هلا بدنا نعمل الصوص اللي بدنا نحطه على اللحمه. بدنا يوغر تقريبا معلقتين كبار، وبدنا كمان لايت مايونيز ملعقه كبيره، ملعقه كبيره من الكاتشب لقليل السكر، شويه معجون الثوم، اخر شيء عصره ليمونه. الصوص تبعنا صار جاهز. هاي البطاطا صارت جاهزة، لون مقرمشة وبتشهي. حط الأكل جاهزة. هلا هاي اللحمة بدنا نحط 200 جرام من اللحمة على كل وجبة، تقريبا 3 وجبات عندي، فبدي أوزع البطاطا واللحمة على كل هدول الوجبات. 200 جرام من اللحمة، بدي أحط فليفلة خضراء وفليفلة حمراء، أنتوا اللي بدكم إياها الخضروات، ممكن تكون بروكلي، ممكن سلطة مشكلة، فكل واحد حسب ذوقه، بس مع هاي الأكلة أنا بفضل دائما الفليفلة بكون أطيب مع اللحمة. نحطهم بالنص هيك. شي بدنا نحط البطاطا
اللي شويناها بالفرن، 200 جرام كمان من البطاطا المشوية. وهي الوجبات الثلاثة صاروا جاهزين لليوم الكامل، هي لحمة 200 جرام مع البطاطا 200 جرام والبهارات بالإضافة للخضروات. That's it، هي ليوم كامل. بس نسينا شغلة، واللي هي بدنا نحط عليه هون الصوص بس شوي مشان النكهة. طيب يا حبيبي قلبي، هيك بنكون خلصنا اليوم وجباتنا. كل وجبه من هدول هي تقريبا 555 سعره حراريه، غنيه بالبروتين، 55 جرام من البروتين لانه 200 جرام من اللحمه حطينا فيها، 40 جرام من الكربوهيدرات، 20 جرام من الدهون، ولانه حطينا كمان ضفنا عليهم زيت زيتون فكله محسوب. بتمنى يكونوا عجبوكم، جربوني اللي رايكم فيهم تحت بالتعليقات. والصوص كمان شوي صغيره كان محسوب، اغلبه لبن ولايت مايونيز قليل. هذا كان كل شيء لليوم، بتمنى يكون الفيديو عجبكم. اذا بدكم مثل هيك وجبات متنوعه تواصل معي على الانستغرام او على الفيسبوك، لو على الفيسبوك للاسف تهكر. خليني على الواتس وعلى الانستغرام تواصلوا معي لهنيك لحتى ساعدكم توصلوا للهدف تبعكم باذن الله. بشوفكم على قريب يا قهرين، تكير سلام. النصيحة الأولى اللي بدي لكم إياها هي ما تغيروا البرنامج كله، خلي جسمك يمشي عليه لشهر شهرين أقل شيء، بعدين بتغير البرنامج كله. يعني بشوف ناس دائما كل أسبوع بده يغير التمرين، كل يومين ثلاثة بده يغير التمرين. اللي بتكون تغيروه هو الأوزان تبعكم، يعني نفس التمرين البنش بريس زودوا الأوزان العدات بس ما تغيروا البرنامج كله. النصيحة الثانية اللي بدي لكم إياها، إذا بدكم ضخامة بالكتلة العضلية ما تزودوا عدات وتقللوا أوزان. يعني ما تجي تقول لي انه انا بلعب اوزان خفيفه وعدات عاليه 25 و30، ما راح تشوف في فرق بالكتله العضليه كضخامه او كزياده عضليه، فانت بحاجه لتزود اوزان بالجيم.